سلام غزالاتي، اش اخباركم؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده بحول الله. نهار جديد، فيديو جديد، فكره جديده، كيف ما العاده ولفتكم دائما الجديد مع نيزابيلا. اليوم واحد رغيفات، جوج الانواع ديال الرغيف، رغيفات معمرين في الفرن ورغيفات عاديين بعجين سحريه، عجينه سهله اللي ممكن اي وحده ديرها في دارها، ممكن ديروها الكوتي. ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه على بركه الله. كيف ما كتشوفوا عندي الحشوه، عندي فيها جوج بصلات كبار، قزبر المعدنوس، الفلافل بالالوان بيان سيغ، وعندي الكفته 250 غرام. الان غادي نبداو على بركه الله. وهنا عندي الطحين، عندي الفينو، عندي نص كيلو الفينو ونص كيلو الفورس، وعندي درت الخميره والملح فقط، هادشي اللي درت، ما كنديرش انا سنيده نهائيا في العجين ديال الرغيف اولا المسمن ديالي. البنات انا كنعجنهم بطريقه عاديه، طريقه الرغيف العاديه. بيان سيغ درت فيها الملحه، درت فيها سكينجبير، الان كندير فيها تحميره، كندير الابزار غير راس المعلقه، شويه شويه، ما كنكثرش التوابل بزاف، راس المعلقه فقط. شويه الكمون كيكون اختياري حيت عندنا الكفته هنايا. والان دعوها تشحر لينا، بيان سيغ تشحر على نار مليله. الحشوه نتلاقاو ان شاء الله. هيا عجنات العجين، الان غادي نخليها ترتاح ونشكلها كويرات ونتلاقى معاكم. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نخرج منهم رغيفات عاديين ورغيفات معمرين ديال الفرن. ان شاء الله هانتوما معايا داكشي اللي درتو في الكوتي، غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. هاد الروتين المسائي بالنسبه للمراه المغربيه ضروري ما كدير هاد المسائل في المساء ديالها، بالنسبه للكوتي اولا حتى العشاء هكا. بالنسبه للرغيف معمرين علاش لا، هادو رغيفات شو طريقه عاديه، غير عجين وحده غادي نخرج منها رغيفات معمرين بالكفته والبصله والفلفله الحشوه اللي وريتكم، وهادو الرغيف العاديين ممكن نخرج منهم حتى ملاوي. هادي الزبدة والزيت، الزبدة نباتية مع الزيت، دائما انا كنخدم بالزبدة نباتية، كنديرش المارغرين باش ما يعني ما كضرش في المعدة ولا صحية. كيف ما كتشوفوا الصحية ديال الارض اللي كنخدم ديجا نظفة. ضروري كنستعنوا بالزبده والزيت ضروري، وفاش كنكون كنطيب فيهم راه ما كنديرش فيهم الزيت نهائيا البنات، باش ما كيجيوش مدمين، حيت دابا راه كنطوي وكندير فيهم شويه الزبده والزيت، ما كنكثرش. فاش كنطيبهم في المقله ديالي راه ما كنديرش نهائيا الزيت نهائيا.
البنات انا قررت نسالي الرغيفات كيف ما كتشوفوا رغيفات عاديين هما كملتهم. الان غادي نبدا في الرغيفات المعمرين ديال الفرن المعمرين بالكويته. كيف ما كتشوفوا غزالتي انا كنعاون بشويه الزبده والزبده وشويه الزيت، الزيت ما كنكثرهاش غير شويه الزبده، كنسرح بها العجين كنقطعها على جوج كيف ما كتشوفوا باش نشكلها على شكل ديال سيكار او لا غولي. نعمرهم شويه الكفته و البصله وديك العماره اللي درت كيف ما كتشوفوا وكنديرها على شكل غولي او لا سيكار، كتجي زوينه. كندخلهم الفرن ما كندهنهم حتى شي حاجه ما عدا كندير فوقهم شويه ديال البيض، ندهنهم بالبيض راه كيجيو هائلين، كيجيو ناشفين ما مزيسين ما حتى شي حاجه، كيجيو رائعين. الكوتي كيجيو غزالين البنات، غير جربوهم راه ساهلين بزاف ما فيهمش الخدمه وسريع سريعين في التحضير. الان هانتوما على فيديو حتى نكمل الطريقه كيف ما وريتكم. ها انا كنوريكم ليكزامبل ديال الرغيفات، راه ساهلين ساهلين. اون فوا كتسرحوها على سطح الطاوله كتقطعوا العجينه، كترقوا بيان سيغ العجينه مادام كندهنوا العجين بالزيت والزبده، ما كتقطعش لينا نهائيا. هذه بديل الورقه البنات، ممكن تستعنوا بها في رمضان او في اي وقت تبغيوها ما تكونش ليكم الورقه. هذه راه تعاونوا بها البنات، كتجي زوينه ورطبه، كتجي كيجيو مقرمشين. ها هما بهذا الشكل. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر البنات، اكيد راه غادي يعجبكم هذا الشكل ديال راه زوين. كيف ما كتشوفوا الان هنا ساليت الرغيفات ديالي، كندهنهم بالبيض والصوجا لاصوص صوجا باش يعطوني واحد اللون يكون زويون مستحب، اكيد غادي يعجبوكم. وهاد الرغيفات كيف ما قلت لكم غزالاتي ممكن تعمروهم باي حشوه عندكم، انا درتهم بالكفته وشويه الخضره، ممكن تعمروهم غير بالخضر بوحدهم، ممكن تعمروهم بالدجاج بلا داند، كل واحد الذوق ديالو. اهم حاجه وهي كيجيو مقرمشين هائلين ضمن الملاحات اللي كنديرو دائما، كيجيو زوينين البنات ما غاديش تندموا عليهم الا درتوهم. ساهلين في التحضير، ساهلين ساهلين بزاف. وبيان سيغ رافقتهم بالرغيفات الاخرين بنفس العجينه، ممكن تخرجي بها شحال من الحاجه من شي شويه، نديرو بزاف المسائل اللي كتكون زوينه وعافيه العين البنات. كيف ما كتشوفوا هانتوما معايا حتى نوريكم النتيجه النهائيه ديال هاد لا غوسيت المتواضعه اللي وريتكم اليوم. من بعد ما خرجوا من الفران كيف ما كتشوفوا غزالاتي ها النتيجه اللي حصلت عليها. ها هما هاد جوج الانواع ديال الرغايف، رغيف الفران ورغيف عاديين الكوتي، كيجيو هائلين بمذاق رائع بعجين وحده. طريقه سهله سهله في التحضير، ممكن تشكلوا بزاف بزاف الاشكال والانواع من عجين وحده. ونتمنى هاد لا فيديو يعجبكم كيف ما العاده وينال الرضا ديالكم، وشكرا لكم على الدعم، شكرا على المرور الكريم ديالكم. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي ما تنساوش ديروا ديك لايك 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 بليز وسبسكرايب، والى اللقاء الى فيديو اخر بحول الله. تحياتي لكم جميعا، باي باي.